هذه المؤسسة الاستشفائية اللي شفنا اليوم هي جات باش تعزز العرض الصحي على صعيد الإقليم وعلى صعيد الجهة كذلك. هي مكونة من مجموعة ديال الوحدات فيما يخص الجراحة، فيما يخص تكفل النساء الحوامل، وكذلك فيما يخص الفحوصات المختبرية والإشعاعية وفي جميع التخصصات الطبية والجراحية. طبيعة الحال هذه المؤسسة هي إضافة نوعية للعرض الصحي اللي كاين في مدينة أكادير إيداو تنان، بالإضافة للعرض ديال القطاع الخاص والعرض ديال القطاع العام، وغتقدم واحد القفزة نوعية فيما يخص الفحوصات الطبية والعلاجات المقدمة إلى السكن. السلام عليكم. هذا المشروع اللي تطلب واحد الغلاف، واحد الجهد كبير، وتطلب 5 سنوات بين الدراسة والبنايات. هذا المشروع اللي تطلب واحد تقريبا 110 مليون ديال الدرهم، واللي يعني الناس اللي حرصوا على هذا اللي استثمروا في هذا المشروع حاولوا باش يكون واحد المشروع يعني كيدير واحد القيمة مضافة كبيرة لمدينة أكادير والمنطقة ككل، لا للساكنة ولا للسياح اللي كيجيو، لأن كنعرفوا أن أكادير مدينة سياحية والمنطقة كلها مدينة سياحية، وحاولنا باش نوفروا واحد المشروع اللي كيلبي الرغبات ديال الساكنة وديال السواح. هذا المشروع اللي يعني لا البناية ولا الانفراستركتور كلها ولا ليكيبمون يعني التجهيزات كلهم يعني كيستجبوا لواحد دفتر التحملات اللي هو تري سيفير، اللي هو يعني فريمون سيفير، وواحد لي انفستيسمون كلهم كانوا في واحد الاتجاه ديال يكون عندنا ان اكيبمون دو كاليتي، يعني واحد التجهيزات جوده عاليه، وداكشي اللي حققنا الحمد لله. وكنتمناو هذا المشروع يدفع المشاريع الاخرى اللي جايه في هذا الدومين، في هذا الميدان، باش حتى هي تكون بحال ديالنا او احسن ان شاء الله، ونهضوا بهذا الميدان الصحي في المنطقه ديالنا. شكرا. دكتور مولود رشيد، رئيس النقابه الجويه لاطباء القطاع الحر لاكادير والجهه. اليوم الجمعه 28 يوليوز 2023، وبمناسبة الاحتفالات بعيد العرش المجيد، تم تدشين مصحة الشيخ السعدي بأكادير، شارع محمد الشيخ السعدي، وهي يعني مصحة متعددة التخصصات تدخل لإغناء المشهد الطبي للجهة، وتتوفر هذه المصحة من مجموع من 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 المصالح، من مصلحة طب المستعجلات إلى مصلحة النساء والتوليد إلى مصلحة الجراحة وجراحة العظام وجراحة الدماغ والأعصاب، مصلحة الفحص بالأشعة، مصلحة أطفال الأنابيب أو المساعدة الطبية على الإنجاب. يعني هاد المصالح كلها لخدمة المواطن الأكاديري والمواطنين الجهة، جهة سوس ماسة. هاد المصحة أثناء زيارتنا لمختلف مرافقها تبين أنها تتوفر على أحدث التقنيات، تقنيات الإنعاش والتخدير، تقنيات يعني المواليد الخداج، يعني مصلحة الإنعاش المواليد الخداج، مصلحة أيضا المساعدة الطبية للإنجاب، يعني مصحة يعني بكامل المواصفات الدولية التي تجعلها في مصاف المصحات المرموقة داخل المشهد الطبي بالجهة. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نهني أصحاب هذه المصحة والقائمين عليها، كما نهني في نفس الوقت المواطن الأكادير ومواطني الجهة بهذه المصحة التي ستوفر لهم لا محالة يعني تطبيب واستشفاء في قمة الحرفية والمهنية. الحمد لله توفق ليكيب ديالنا باش صوب هذا المستشفى اللي عنده مصلحة عامة ومتعدد الاختصاصات، بما فيه لا نيوناتولوجي للأطفال يعني الرضع الإنعاش ديالهم، وكذلك الجراحات المختلفة، العظام
جراحة الدماغ، جراحة النساء والسرطان، كذلك قسم الأشعة سكانير وليغام، وكذلك الفحوصات ديال لا كولوسكوبي لا فيبروسكوب من هاد والإنعاش. وهاد الأسرة اللي المصحة عندها 110 سرير غادي تعزز القدرات الطبية للمنطقة وفي صالح الساكنة ديال أكادير ونواحيها. الوغ مصحة الشيخ سعدي مصحة متعددة الاختصاصات، يعني فيها جراحة العظام والمفاصل، جراحة الدماغ والأعصاب، جراحة الجهاز الهضمي، جراحة ديال الأطفال، جراحة بالنسبة للولادة، مصلحة ديال الولادة، وعندنا واحد المصلحة ديال المساعدة على الإنجاب اللي ما كايناش في الجهة، السونتر دو بي ام بروكرياسيون ميديكال مون اسيستي، وعندنا واحد المصلحة ديال الإنعاش ديال لي زاديت الكبار واللي مع تجهيزات اخر ما كاين في يعني ديرنيير جينيراسيون افيك دي ماتيريال دو ديرنيير جينيراسيون دي ريسبيراتور دي سكوب دي ديفيبريلاتور تو الماتيريال دو هون دو هون نيفو مع وفيهم دي بيرسونيل كاليفيي يعني عندنا الممرضين ديال الانعاش اللي كاينين سير بلاس واطباء الانعاش اللي كاينين اللي تيديروا لي غار. وعندنا واحد المصلحه اللي ما كاينش حتى في الجهه هي مصلحه الانعاش ديال الرضع والخداج يعني لا غين ماسيون ناتال اللي حتى هي فيك دي ماتيريال هوت مو كاليفي افيك دي ريسبيراتور افيك لاباري دو فوتوثيرابي افيك دي كوفوز دي زاباري دو سيباب دونك يعني فيها الماتيريال اللي قدام ما باقيش نحولوا للمغرب نصيفطوه حيت كان قبل الناس تيعانيو تنصيفطوهم لمراكش ولا كازا ولا غابه دابا الحمد لله اون بو فير تو ايسي دونك نقدر نقول بان المصلحه ديالنا عندها لي بوين فور اللي هي بعد لا سيتياسيون ديالها جيوغرافيك الموقع ديالها لاكسيسيبيليتي دونك كاينه هو سونتر دكادير اون بلوس اون بو بروندر لو مالاد دو ا زد يعني نقدر ناخذو المريض الى جا يعني عندنا جميع الاختصاصات من غير لا شيرجي كارديوفاسكولير وعندنا سونتر دو راديولوجي يعني مصلحه ديال الاشعه اللي حتى هو فيه جميع الماتيريال اللي فيه لا راديولوجي ستوندار ليكوغرافي تروز ايكوغرافي وفيه لو سكانير لي ار ام لي ماجري باريزونونس مانيتيك وعندنا راديو لي زيكيب دو راديو كي سون سير بلاس 24 سير 24 وعندنا يعني اون ايسيي دو فير نوتر ماكسيموم باش ناخذوا الماتيريال تري سوفيستيكي داكور بور ساتيسفير لي بوزوان دو لا ريجيون تنتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.